يواجه نادي ريال مدريد الإسباني حامل لقب دوري أبطال أوروبا نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي بطل اليوروبا ليج في كأس السوبر الأوروبي بالعاصمة المقدونية سكوبي. ويسعى الملكي للحفاظ على لقبه في السوبر الأوروبي الذي حققه العام الماضي على حساب إشبيلية، وسيكون ريال مدريد أمام فرصة لصناعة التاريخ في هذه المسابقة، حيث سيصبح في حال فوزه على اليونايتد أول فريق يحقق اللقب مرتين متتاليتين منذ فعلها ميلان عام 1990. وعلى غير المتوقع دخل البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الميرينجي استعدادا لخوض اللقاء، وبالرغم من أن صاروخ ماديرا يود المشاركة، لكن زيدان على الأرجح سيدخر جهوده لذهاب كأس السوبر الإسباني يوم الأحد المقبل. على الجانب الآخر وصل مانشستر يونايتد للمباراة حاملا لقب الدوري الأوروبي بعد انتصاره على أياكس أمستردام الهولندي. ومع فشل الشياطين الحمر في الفوز ببطولة السوبر الأوروبي منذ عام 1991 وخسارتهم مرتين عامي 1999 و2008، إلا أنهم حققوا اللقب فقط حينما توجوا بكأس الكؤوس الأوروبية المسمى حاليا ببطولة اليوروبا ليج، فيما لم ينجحوا في التتويج بالسوبر الأوروبي عندما أحرزوا لقب دوري الأبطال. ويأمل البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لريال مدريد والحالي لمانشستر يونايتد في تسطير اسمه بحروف من نور في تاريخ كرة القدم، ومعادلة إنجاز الإيطالي المخضرم جيوفاني تراباتوني المدرب الوحيد المتوج بأربع بطولات أوروبية مختلفة.